صباح الفل يا صباح الجمال. الشاي يا فندي المعتبر، ربنا يكرمنا يا رب على الصبح. صباح الخير يا حسونه. صباح القشطه يا معلم شحاته يا سيدي المعلمين. نام شويه. على عيني. طب ليه ما نحلق شيء ويا الهوا نمشي؟ طب ليه ما نحلق شيء؟ يا صباح القشطة يا سلامة يا عسل انت. اهلا يا حسونة، ده هي تكون مبسوط. الحمد لله، احلى شاي لاحلى حلاق في حريتنا. الله عليك يا حسونة، انت ولد ممتاز، الواحد ما يفرطش فيك. الله يكرمك، صباح زي القشطة. التكت. نادية اصفصف، انتوا نايمين ولا ايه؟ محدش هنا حد يرد عليا. كريمة يا كريمة. ايه يا حمدي مالك؟ في ايه؟ كريمة ايه؟ ايه اللي طلعت في الحمام وانت كده؟ هو منظر بتمشى والصابون على وشي، بقول لك بقى لي ساعة عمال ازعق ولا حد سأل فيا. ايوه ما انا كنت بحضر الفطار في المطبخ. طب انا اعمل ايه؟ فين ولادك؟ مش يصحوا بقى، مش وراهم جامعة؟ حد يصب لي مية. حاسب حاسب ايه؟ حاسب الأكل كده حطيت فيه الصابون. احنا ده بقى حرام عليك، مش معقول كده يا حمدي. الله اكبر. انا لسه شاي كمان قدامي على النار. انا انت حرقاني يا زلمة، انا انت حرقاني. طب استنى بس يا أولاد. يا نادية يا صفوت. ايوه ماما، في ايه؟ انت كنت فين يا بنتي؟ كنت بصلي. اللهم قوي ايمانك يا بنت. الواد اخوكي فين؟ في اوضته يا بابا. طبعا زمان نايم لغايه دلوقتي، ما احنا نسيت كحلي. خلاص بس روح انت اغسل وشك وانا هصحيه. بقول لك ايه؟ الواد ده غاوي نوم، اذا ما كانش هينفع دلوقتي في حياته هيبوظ مستقبله كله. خلاص بس انا هتصرف، روح. لا 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 لا، لازم يتعود على النظام من صغره، ولو ما اتعودش من دلوقتي مش هيتعود ابدا. خلاص هيتعود، خد ابوكي اغسلي له وشه بقى. يلا يا بابا تعالى معايا، الناس هتسمع صوتنا على الصبح. لما ارجع بعد ما اغسل وشي يبقى لي كلام تاني معاكي. انت فين يا بنت؟ كلام؟ هناكل الطعميه بالصابون يا استاذ. يا صفوت 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 يا صفوت صفوت يا صفوت، ما تقوم بقى صفوت صفوت، قوم يا ابني بقى. لسه بدري. بدري ايه بس؟ الساعة داخلة على 7. قوم بقى يا حبيبي بلاش دلع. دي مش طريقة بقى. وبعدين؟ بعدين ايه بس يا ماما؟ أنا آسف أنا آسف، بس ما مش ممكن تكون الكلية بتبتدي الساعة 9 وحضرتك بتبتدي تصحيني من 6. قوم بقى بلاش دلع، أنا مش ناقصة، لحسن أجيب لك أبوك. لا أبويا على الصبح ولا ينفع الكلام ده، لسه ما غسلش وشه. خلاص هقوم هقوم. حاضر. الفطار جاهز، أنا رايح أغير هدومي. أوعى تنام تاني. أنام إيه ما الجرس ضرب؟ ماما! إيه في إيه؟ هو النهارده كام في الشهر؟ كام في الشهر؟ قول لي انت بقى من غير لف ولا دوران، عايز كام؟ سلفه صغيره واخصميها من مصروفها ماما. سلفه صغيره؟ اه. ليه يا ابني؟ ليه تتخلص مصروفك؟ يا ماما دول 30 جنيه عمري بتسميهم مصروف، هيكفوا ايه؟ سندوتشات ولا كافيتيريا ولا مواصلات ولا تصوير ورق ولا؟ بقول لك ايه؟ الكلام ده تتفاهم فيه مع ابوك. بقول لك ايه انت؟ ما بلاش تحشري بابا في المسائل اللي بيننا دي. لا يا صفوت، ابوك لازم يعرف ان كان مصروفك مش عاجبك، واجهه وحاول توصل معاه الحل. يعني مفيش فايده. لا هو انا ناقصه مشاكل؟ كفايه الخمسين جنيه اللي خدتهم مني الشهر اللي فات، وابوك عملها حكايه وقال ان انا هتلفك. ولد يا صفر، انت صحيت ولا لسه يا ولد؟ صح يا بابا صح. ما شاء الله، بتعمل ايه يا حبيبي؟ اه وشك يا بابا، العب رياضه. من امتى؟ من الفجر يا بابا. من الفجر؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ قعدت تنده عليك لما صوتك اتنبح وانت نايم في العزا. اه بابا والله. اوعى تكذب، الكذب اخرته وحشه. يلا يلا روح جهز نفسك واغسل وشك وبطل بقى الحركات دي يا اخي. يلا رياضه الرياضه قال اعملي كده. قول الرياضه. بنتك
بنتك يا اسطى يا عم جزمتها اتكسر وقاليها عايزه تصلحه، اصبحها كان هيروح فيها. طب روحي اعملي لي كوبايه شاي. حاضر. ليه ما وديتهاش لجزماتي؟ والبس ايه يا بابا؟ ما انت عارف اني ما عنديش غيرها. معلش يا بنتي، ما تزعليش نفسك. بكره ربنا يفرجها واجيب لك جزمه جديده. امتى بقى؟ انا بقى لي 3 شهور لابسها وكل يوم والتاني اصلح فيها. مالك اتنفخت كده زي فردة الكاوتش؟ ما قلت لك لما ربنا يفرجها. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بلاش اروح الكليه؟ لا يا حبيبتي، هتروحي الكليه. هصلح لك كعب الجزمه. بس لما ترجعي من الكليه توديها للجزمات. مش هتنفع يا بابا، مش هتنفع. انا موقفي بقى محرج قوي قدام زمايلي، دول كل يوم بيلبسوا جزمه. مالكيش دعوه بحد، خليكي في نفسك. ما تبصيش للي اعلى منك، بص للي زيك، للي اقل منك. ما افتكرش ان في حد زيي ولا اقل مني. لا في. ناديه بنت الباش مهندس حمدي معاكي في نفس الكليه، ابوها بيشتري لها جزمه بتقعد في رجلها طول السنه وبتطلع من الاوائل. يا راجل حرام عليك، ما لقيتش الا دي وتشبه بنتك بيها؟ دي طول عمرها غاويه فقر وواخده عليه وقاطعه معاها ابونيه، ولاك منها بنت صاحبك. الفقر مش عيب يا عنايات، والباش مهندس حمدي كان ممكن يكون اغنى واحد في الحاره، لكن طول عمره راجل شريف ونظيف وما يحبش ياكل اولاده من الحرام. انا ماشي. مع السلامه يا اسطى. عايز ايه يا بابا؟ رايح افتح الورش. عندك مانع؟ طب والجزمه؟ لا ما صلحتها لك يا بابا. مش هتنفع، هتتكسر تاني. وبعدين معاك يا ليلى، انت عايز ايه بالظبط؟ جزمه جديده يا بنتي. ما تديها يا اسطى، واحنا حالتنا غيرها. حاضر يا عنايات. اتفضلي يا حبيبتي، 20 جنيه هي اللي حالتي. ايه دي يا بابا؟ دي يا دوبك تجيب فرده واحده. خلاص اشتري فرده، ولما ربنا يفرجها اشتري التاني. انت بتهزر يا اسطى؟ اعمل لكم ايه؟ بقول لكم هي اللي حالتي، عايزينها ولا لا؟ عايزينها. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه؟ ما تنسيش تقفل بدري النهارده، اصل في ضيوف جايين لنا. احنا مش هنخلص من حكايه الضيوف. ناس وجايين، اقول لهم لا ما تجوش. طيب يا عنايات، لما نشوف عقيدتها معاكي. مع السلامه يا اسطى. مع السلامه. هي ايه الحكايه يا ماما؟ هو النهارده في ضيوف جايين لنا صحيح؟ في عريس زي الفل. بس على الله ما يطلعش مقلب زي اللي قبله. لا بقى يا حبيبتي، ده انا سألت واتقصيت وعرفت عنه انه مليان ودفيان وشكله يعني معقول. ايوه يا ماما، انا عايزة غني يعيشني في فيلا ويركبني عربية ويشتري لي 100 جزمة. هيحصل هيحصل يا عين امك، هيحصل. طب ايدك. ايدي اهي. لا يا حبيبتي، انا عايزه 50 جنيه اشتري جزمة، ولا يرجيكي بقى ابقى عره قدام العريس الجديد. لا يا روح امك، خدي يا حبيبتي اهو. استني بس، خدي ادي 50. يا حبيبتي يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا ست الكل. تقولش ليه يا فريد عصرك؟ الفول مش عاجبك ولا ايه؟ غريب عليها يعني الفول ولا الطعميه؟ انا كل يوم باكلهم. ما خصمه ليه؟ زعلك في حاجه؟ قال لي ادبه عليك؟ لا بس ماليش نفس اكلمه النهارده. وايه اللي سدد نفسك يا حبيبي؟ فلس. ابنك مفلس وعايز سلفه. سلفه ايه؟ النهارده 10 بالشهر. خلاص الفلوس في 10 ايام، بتودى الفلوس فين؟ هي دي فلوس يا بابا، المصروف ما بيكفيش يعني. يا دوبك بركب بيه مواصلات. مواصلات؟ بتركب اتوبيس ب 30 جنيه في الشهر؟ ايوه يا بابا، التاكسي بياخد 2 جنيه كل يوم. تاكسي يا صفوت؟ ليه يا ابني تضيع فلوسك على الفاضي كده؟ ليه ما تركبش اتوبيس ولا ميكروباص؟ الاتوبيس زحمه. مش في كل وقت يا صفوت، انت اللي غاوي منظره. ناديه مالكيش دعوه انت، بدل ما تهور عليكم ما تتحشريش. ولد اختك عندها حق، دي مشكلتك. انت عايز تلبس توبر توبر لعلمك، ده اللي نقدر عليه ودي امكانياتنا. يا بابا انا مش عايز كلام تاني في الموضوع ده، فاهم؟ خلاص بلاش اروح الكليه. فلق عنك، ما رحت ولا اتعلمت. انت اللي هتصيع وهتبيع مناديل ورق في الاشاره. يلا كريمة، يلا يلا. نادي تلم الحاجات دي قبل ما تنزلي. حاضر يا ماما.
حاجه كده اهم نزلوا زعلانين. مين اللي المفروض يزعل، هما ولا انا؟ يا بجاحتك يا اخي، مش كفايه بيحرموا نفسهم عشان يصرفوا علينا ويعلمونا؟ والله بقى دي مشكلتهم، هم خلفونا يتحملوا المسؤوليه ويصرفوا علينا. يصرفوا علينا في حدود امكانياتهم، مش تحملهم في طاقتهم. ناديه ناديه، بلاش الفلسفه البايخه بتاعتك دي، وما تتحشريش بيني وبينهم. ما تحشرش ازاي؟ ده ابويا وامي ولازم اخاف عليهم. خاف عليهم مني؟ طبعا، من تصرفاتك الغلط دي ممكن يجرى لهم حاجه. ده انت اللي مخك جرى له حاجه بقى وهتحرق اعصابي معاك. بقول لك ايه؟ اقول لك على حاجه حلوه، انا هسيبك الحته اقعد في حته ثانيه. يلا يلا اقعد يا ماما. يلا يلا. ايه ده؟ انت مش هتروح الكليه النهارده ولا ايه؟ لا. يا سلام، ومالك بتقولها بقلب جامد كده؟ انت مش خايف على مستقبلك؟ انا حر، مستقبلي وانا حر فيه، هتشاركيني فيه كمان؟ اه طبعا يا صف، انت اخويا ومستقبلك يهمني، وبعدين انت عندك محاضرات مهمه النهارده. مش رايح المحاضرات، من هنا ورايح بقى هشوف لي شغلانه اعملها، يعني اشتغل اي حاجه اهو، ولا انزل اقف مع عماد في الورشه تحت. انت مجنون، انت بقى لك سنتين وتتخرج، اتجننت خلاص يا صفوت. بقول لك ايه، بقول لك ايه، سيبيني في حالي بقى، على الاقل اجيب مصاريف واذاكر، ما اضغطش على حد يا ست ناديه. يا صفوت ما تفهمنيش غلط، انا قصدي تتحمل شويه وتتكيف مع الظروف لغايه ما تتخرج. اكتر من كده، اكتر من كده، ده انا الكافيتيريا ما بدخلهاش غير مرتين ثلاثه في الشهر. دي كلها مظاهر لازم تتغاضى عنها، انا شخصيا ما بخشش الكافيتيريا خالص، وبتحمل لغايه ما ارجع البيت. صفوت انت لازم تتحمل شويه وتحمد ربنا، وبعدين احنا احسن من طلبه غيرنا كتير. واوحش من طلبه كتير غيرنا، ولا انت ما بتشوفيش بعينك؟ انا عيني ما بتشوفش غير القناعه والرضا، وعشان كده مش متضايقه ولا قلقانه زيك. ارجوك يا صفوت، ارجوك تشيل الافكار دي من دماغك، وما تحاولش تضايق بابا وماما اكتر من كده، لان انت عارف ان هما ظروفهم الماديه ما تسمحش، ولو ظروفهم تسمح ما كانوش هيبخلوا علينا. ولا انت بتشك في ده؟ انا بشكش يا ناديه، بس يعني برضو يعني خلاص بقى، يلا بينا على الكليه. انا اروح الكليه ازاي وهي دي مشكله؟ اتفضل يا سيدي. لا يا ناديه، لا يا ناديه، اخص عليك، لا انا لا يمكن احرمك من مصروفك. يا سيدي انا بحوش مش زيك، اتفضل بقى. طيب انا هاخدهم بس على سبيل السلف، اديهم التاني. سلف ايه؟ احنا اخوات يا صفوت، واحنا في بينا كده؟ طيب ثواني ثواني يا غير هدوم. صباح الخير يا نادي. صباح الخير يا ليلى. الله، ناديه بس مفيش صباح الخير يا صفوت، انت مخصماني ولا ايه؟ لا ابدا، وهخصمك ليه؟ امال ما بتصبحيش عليا ليه؟ ما انا بشوفك كل يوم في الكافيتيريا، لكن ناديه ما بشوفهاش غير كل سنه مره، رغم اننا جيران وفي كليه التجاره مع بعض. معلش عشان الامتحانات، انما ان شاء الله هتشوفيني كل يوم. ايه التوتر والقلق ده؟ في ايه؟ بص في الساعه ليه؟ اصل اتاخرت وعندي المحاضره الاولى لازم احضرها. هتعيطي ليه؟ ناخد تاكسي يا اختي. انت اتجننت؟ خلاص من غير اتجننت ومن غير بقى الكلام ده على الصبح. اهو الميكروباص وصل. يلا يلا يا ليلى. انت
حد يعمل كده؟ حد يدخل بالسرعه دي على مدرسه؟ اسفه يا ابله، ما خدتش بالي. ابقي خدي بالك المره الجايه ان اللي ماشيين على رجليهم ليهم نفس الحقوق بتاعت الناس اللي راكبه عربيات. صباح الخير يا فوزي. خير يا أبلة، مالك متضايقة ليه؟ الست سرية طايحة بالعربية بتاعتها، مش عاملة حساب للناس اللي ماشية على رجليها. اخص عليها، هو خلاص محدش عنده عربية غيرها ولا إيه؟ افترى بعيد عنك، من يوم ما رجعت من بره وربنا رزقها بقرشين وهي طالعة فيها. خلاص يا فوزي، الموضوع انتهى، روحي شوفي شغلك. حاضر يا ست النصر. بصراحة يا أبلة ثانية زودتها قوي، دي مفيش حد عاجبها في المدرسة. هنعمل إيه بقى؟ ربنا يهديها. يا أبلة بلاش الطيبة دي، أنتِ لازم توقفي ثانية عند حدها عشان تاني مرة تحترم نفسها وتعرف قيمتك. حنان، الموضوع انتهى، ده أنا حتى خلاص نسيته. يا سلام يا أبلة، طول عمرك قلبك طيب وحنين، وهو ده اللي مطمع الناس فيكي. معلش يا حنان. يلا بقى، المسامح كريم. ايه ده يا امال فين باشمهندس حمدي؟ طب صبح الاول. انا صبحت عليك يا سيره. امتى؟ الصبح وانت بتجيب لي الشاي، لحقت تنسى؟ والله ما انا فاكر يا استاذ شوقي. لا بقول لك ايه، اصحى للون وبطل حكايه النسيان دي. يا شوقي، عمال تنرف عمك محروس ليه؟ مش عايز يبطل العاده البايخه اللي فيه دي، عمال ينسى على طول. كفايه له، هو فاكر اسمه؟ هات لي قهوه شوف شوقي يشرب ايه. شاي والطلبات دي على حسابي. لا عيب، انت هنا في مكتبي، الطلبات دي عندي انا. يلا يا محروس، هات اللي قالك عليه. خير يا شوقي؟ لا سعادتك، المحضر بتاع فحص قطع الغيار اللي اتوردت للمخزن امبارح. طب مستعجل ليه؟ مش لما نفحصها بدقة؟ لا لا اطمن يا باشمهندس، أنا فحصتها حتة حتة وكلها سليمة. لا معلش، لازم أنا أفحصها بنفسي. أصل بيه المدير مستعجل على الشيك ومصمم إنه يطلع النهاردة ويتسلم للتاجر. شوقي أنت عارف طريقتي كويس، لا يمكن همضي على المحضر إلا لما أتأكد من جودة البضاعة. ماشي يلا يا استاذ. على فين؟ على فين؟ على المخزن طبعا. هيكون على فين؟ لا يا باشمهندس الشبه انت حبيبي مش فاضي. يلا يا استاذ حصلني. ساتر، حتى كوبايه الشاي مش عتقها. ايه ده يا حنان؟ جدول الحصص مش مظبوط. ليه يا ابله؟ اهو ثانيه واخده كل الحصص الاولى. طب وايه يعني؟ ما هي عندها عربية وتقدر تيجي بدري. لا يا حنان لا، لازم الحصص تتوزع بالعدل بين المدرسات، محدش عارف ظروف الناس ايه. ما انت كمان عندك عربية. خلاص يا أب اللي تشوفيه حضرتك. ست النظرة الجمعية جت فيها لحمة كده؟ طب كويس يا أب. أنا عايزاكي تجيبي لي 2 كيلو كنتوز، وبعدين لو لقيتي رز كويس يعني مش مكسر كده وفي حته رز كويس هاتينا شكرتين، وكمان السكر هاتيلي معاكي 2 كيلو. حاضر. السفندي بقى لو لقيتيه كده حلو ماسك نفسه هاتينا شبك. من عينيا يا ست النظر. متشكره. ست حنان مش عايزه حاجه من الجمعيه؟ لا متشكره يا فوزيه، انا بجيب طلباتي من السوبر ماركت. امرك. الحقيقه انه يعني كويس ان الجمعيه جنبنا هنا، ما هي اسعارها كويسه عن بره. فعلا بس دي زحمه قوي يا ابله. للضروره احكام بقى، الاولاد كبروا مصاريفهم زادت، والمرتبات انا هقول لك على المرتبات ما انت عارفه كل حاجه،
عمر العلاوه ما بتغطي زياده الاسعار، يعني المرتب بمشينا يا دوب. بصراحه يا ابله انا شايفه انك قصرتي في حق نفسك كتير، كذا مره بتجيلك الاعاره وحضرتك بترفضيها. ليه بترفضيها يا ابله؟ غصب عني والله يا حنان، لا جوزي يقدر يسيب شغله ويجي معايا، ولا اقدر اسيب الاولاد لوحدهم، ولا اقدر على بعدهم. ربنا يوفقك يا ابله. الحمد لله. لا كده مش حرام عليك تستلم بضاعة زي دي؟ لا يا باشمهندس، ما هي البضاعة كويسة وزي الفل. ايه؟ فل؟ مضروبة مغشوشة وتقول لي زي الفل؟ حسب يا باشمهندس هتقلع عين. العين اللي ما تشوفش شغلها تستاهل قلعها. ولعلمك هفحص البضاعة حتة حتة، قطعة قطعة. افتح لي ده يلا. افتح. حاضر. وحشتيني أوي يا نادية. صباح الخير يا علاء. صباح نور. كده دلقت الشاي. أنا آسف يا معبد. طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أعمل شاي تاني ولا نظف الفيلا ولا حضر الغدا؟ لا خلاص معلش انا مش عايز شاي. ودي تيجي برضه يا باشمهندس تنزل من غير ما تشرب شاي؟ حالا اعمل لك شاي غيره وامر لله. ما كان من الاول يا عبده لازم توجع لنا دماغنا على الصبح. ما يهونش عليا يا باشمهندس، بس لازم تشوف لك حل السرحانه. ماشي ماشي، روح انت اعمل له الشاي. ها ايه يا باشمهندس سرحان ليه؟ العمال مضايقينك ولا المون مش كفايه؟ لا ابدا يا بابا، الشغل ماشي كويس قوي وان شاء الله العماره هتتسلم في ميعادها. امال ايه الموضوع اللي شغلك بقى علاء؟ ابدا يا بابا، يعني موضوع شخصي. موضوع شخصي علي انا يا علاء؟ خير يا سيدي. يعني يا بابا بعد اذنك كنت عايز اخطب. الله جميل، انا كمان بفكر لك في كده وان شاء الله هختار لك عروسه كويسه. لا بابا حضرتك مش فاهم انا. لا معلش علاء نكمل بعدين لحسن هتاخر على المناقصه. ايوه بابا بس انا كنت عايز. انت عارف يا علاء لو راست علينا فيها مكسب قد ايه؟ ربع مليون جنيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشاي يا عبده. يلا شدوا حيلكوا بقى، انتوا بقالكوا سنة مخطوبين، ان شاء الله السنة دي تتخرجوا وتتجوزوا على طول. يسمع من بوقك ربنا. مش قبل ما نفرح فيك انت وصفت الاول. انا؟ لا دي حاجة بعيدة قوي. احلى شاي لاحلى اصحاب واحلى زملاء. شايك شايك شايي والشاي الكشري اللي بتحبيه ليلى. متشكره يا صفا تعبتك معايا. ده انا اتمنى تعبلك طول العمر بس انت تأمري. تاني يا صفا احنا مش اتفقنا نبقى زمايل وبس؟ وبعدين يا ليلى انت هتلاقي احسن من صفا. ايوه عايزين نفرح كلنا لما نخلص السنه دي. انا ما بفكرش لا في جواز ولا في خطوبه دلوقتي. ليه بس يا ليلى؟ لاني ما عنديش السعاده اكرر مأساة الفقر والحرمان اللي عشتها وورثها لاولادي. عشان كده انا هتجوز بعقلي مش بقلبي. البي وصل. مين ده؟ ايه ما تعرفوش؟ ده علاء صلاح الدين ابن اكبر معاول في البلد.
احتمال اكون شفته قبل كده مش عارف. اكيد هو صحيح مهندس بس بيعز كليه التجاره قوي وما يقدرش يستغنى عنها طول ما اختك فيها. قصدك ايه يا ليلى وايه علاقه ناديه بالكلام ده؟ وانا شعرفني هي مش اختك ما تسالها عن اذنك. يلا يا منال. انا ماليش دعوه. اقعد يا صفا ما تسمعش كلامها. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه يا ناديه. لا يا صباح المحاضره فاضل عليها ربع ساعه وتبتدي. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا صباح؟ ازيك انت يا علاء؟ ازيك يا ناديه؟ الحمد لله. ناديه انا كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. احنا بقالنا سنه بنتكلم افتكر كفايه كده بقى. ناديه صدقيني انا باذن الله هحاول افتح بابا في موضوع جوازنا النهارده. لسه هتحاول لحد امتى يا باشمهندس؟ صدقيني انا ان شاء الله هحسن معاه الموضوع النهارده. وتفتكر هيوافق؟ ان شاء الله لازم يوافق. وما يوافقش ليه؟ ده موضوع يخصني انا وده جوازي انا وانا حر فيه. الحق يا ناديه صفوت جاي. ناديه ازيك يا صفوت؟ انت عرفت ان هو شاطر. ايوه انا عارفك. ما ناديه كلمتني عنك كتير قوي وانا بشوفك في الكليه. يا سلام. طب اسمع حبيبي من غير لف ولا دوران لو شفتك هنا تاني مش هيحصل لك كويس ماشي؟ في ايه يا صفوت؟ انا غرضي شريف. واللي غرضه شريف يجري ورا بنات الناس ويتنطط وراهم في الجامعه؟ هم مش من بيوت والبيوت دي ليها حرمه ولا انت ايه رايك؟ لا انت بتتكلم صح يا صفوت بس انا صدقني انا كنت جاي انا وبابا النهارده عشان نخطبها رسمي. طب يا حبيبي لغايه ما تيجي انت وبابا بقى عشان تخطبوها رسمي لا تشوفها ولا تتعرض لها ولا تكلمها خلاص. وايه اللي مش هيحصل لك طيب؟ فهمني ولا فسر؟ يلا حبيبي ده في ايدك كده وتوكل على الله. يلا بابا يلا يلا يلا. مش تفتح. معلش يا مخزن انا اسف. صفوت انت فين يا صفوت؟ انا قلب عليك الدنيا. خير؟ العربيه يا سيدي عيطلت ومش عارف ادورها. اما انتوا ما بتعرفوش تركبوا عربيات بتجيبوها ليه؟ انت هتقطمني يا صفوت هتيجي تشوفها ولا لا؟ ايه بقى ده انت صاحبي الوحيد واخوي. فين العربيه؟ في الباركه. يلا بينا بس بسرعه عشان ورايا مشوار. يا عم يلا افتح كابوت. دور كده سمعني. بس استنى دور بقى بس ما تدوسش بنزين. بطل شغلانة. كربراتير مسدود والعوامة والإبرة عايزين ظبط. والحل يا صفا أنا ما أقدرش أستغنى عن العربية ولازم أروح بيها. حل بسيط أخدك للميكانيكي يصلحها لك وأنت واقف. يلا تأخر خلص روح الناحية التانية. يا مسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الفاضل خلصت المذكرة اللي معاك يا عصام؟ الرابطة خلاص يا مدير. طيب شاهد علشان في مذكرة مهمة جدا المدير عايزها بسرعة. من عينيا يا مدير. شغال اهو شغال. صباح الخير يا مدام هلال. صباح الخير يا رمزي بيه. يا ترى ناجي بيه موجود؟ اه طبعا موجود اتفضل حضرتك. على فكره ازازه البرفان دي جت لي هديه من باريس ده كان طلع الحريمي. متشكره قوي يا رمزي بيه الحقيقه كلك ذوق. انا اذنك. اتفضل حضرتك. بص على ايه؟ ما تخلص شغلك. شغال اهو يا مدام شغال. هناء. ايوه يا فندم. من فضلك اتنين قهوه بسرعه واستعجلي لي الشيك رمزي بيه. حاضر يا فندم. ايوه يا فندم. اتنين قهوه عند ناجي بيه. حاضر. ايوه. صباح الخير يا فؤاد بيه. انا هناء. اهلا بيك. لو سمحت تستعجل لنا الشيك بتاع رمزي بيه. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ ده شوقي مخلص الفحص من امبارح. طب يا فندم انا هتصرف متشكره قوي.
عصام. نعم. روح هات لي شوي امين المخازن هنا حالا فورا. طيب الشغل وال سيب اللي في ايدك دلوقتي وهاتولي بسرعه. حاضر يا اخي بسرعه. حاضر. لا استاذ شوقي. خير يا صاحبي؟ مدام هناء عايزاك ضروري. تعالى هنا. راح فين؟ يا شوقي مش لما نخلص شغلنا؟ هشوف بس مدام هناء واجي على طول. وتسيبني لوحدي في الشغل ده؟ معقول؟ معقول الكلام ده؟ ما هو انت اللي تعب نفسك يا باشمهندس. انا اتعب نفسي احسن ما اتعب ضميري وافق على حاجه انا مش متاكد منها. يلا يا استاذ شوقي. معلش دقيقة واحدة بس وجاي على طول. طب بس ما تأخرش لو سمحت. حاضر. يلا يا صاحبي. وراك. أنا ماليش دعوة يا مدام، الباشمهندس حد هو اللي قفلها وشرك البضاعة كلها. إزاي ده حصل؟ أنت ما فهمتوش إن المورد يهم المدير؟ حاولت أفهمه مفيش فايدة، دماغه زي الحجر. ده أكيد اتجنن، المدير لو عرف هيزعل جدا. إيه يا هناء؟ فين الشيك بتاع رمزي بيه؟ أيوه يا فندم أنا جاي لحضرتك حالا. تعملي معروف يا مدام، اشرحي له موقفه عشان يزعل مني. اطمن يا شوقي أنا فاهمه كل حاجة. أيوه. ايه النظام يا اسطى؟ دور يا صفوت. بس بس بطل بقى ودور من غير ما تدوس بنزين. ماشي. تمام كده. تمام. تمام يا بيه، اركب بقى العربية وجربها بنفسك. تمام يا صفوت. 100 100. 100 100؟ الراجل ده دكتور مش ميكانيكي. متشكرين يا دكتور. العفو بيه، اي خدمه. احسبك كام؟ تغيير ابره وعوامه وتنظيف كربراتير وظبطه الموتور نقول 40 جنيه. ماشي يا اسطى. ماشي يا اسطى. ماشي اي خدمه بيه. ماشي. يلا صفت لف. لا اتوكل انت على الله بالسلامه بقى عشان عندي مشوارين كده يعني. لا والله ما يصح لف. يا عم انا بيتي خطوتين من هنا هقضي حاجه بعدين اتوكل على الله على طول. اتوكل انت على الله. ماشي. سلام عليك. سلام. 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 عربيه بقت حريره اهي. تمام يا صاحبي. طيارة تحت رجلك. سلام. ها ايه رايك بقى في سبقني يا عم رستم؟ عسل. يا ريت كل يوم من ده هيحصل. بس انت تفتح الدماغ معايا كده وتلاقيني على الفكه بقى. ماشي يا عم. اهو كف بحاله اهو. ايه ده؟ 5 جنيه؟ ايه وحشين؟ يعني انت تاكل 4 براز كبار وتديني انا 5 جنيه؟ الله، وانا حطيتهم في جيبي؟ مش في قطع غيار؟ ابره وعوامه. انت هتعملهم عليا ابره ايه وعوامه ايه؟ الله، ما احنا دافنين سوا عم مصطفى مين اللي فيها؟ انت لا غيرت ابره ولا عوامه. طب عليا من غير ما تحلف. خلص، هات بريزه كمان وحلال عليك الباقي. لا بريزه كتير، خد ادي كف كمان اهو. ما ياكلش معايا، ما ينفعش يا عم مصطفى. لا ياكل وينفع، وخليك حلو بقى عشان ما نخسرش بعضينا. نخسر بعضينا؟ ماشي. ماشي يا عم الوسطى بالسلامة. توكل انا على الله بس ابقى نعامة شوية. ماشي يا اخويا. سلام اخويا. مفك صغار هلا. قابلنا جميل يا صاحبي. عنده ناس. ايوه انا عارف، بس هو اللي طالبني. انا عارف ان هو اللي طالبك. اتفضل. شكرا. تلقى وعدك. ايه الحكايه يا باشمهندس؟ ما خلصتش لسه فحص الطلبيه ليه؟ يا فندم الطلبيه اللي وردت كبيره جدا جدا، وسعادتك عارف طريقتي، لازم افحصها قطعه قطعه، لكن الحمد لله انا خلاص خلصت فحص. طيب اتفضل سلم تقرير الفحص للحسابات علشان يلحقوا يطلعوا الشيك. لا معلش. شيك ايه بقى؟ الطلبيه دي مرفوضه. ايه؟ مرفوضه؟ مرفوضه ليه يا باشمهندس؟ لأنها غير مطابقة للمواصفات، مضروبة. تصور سعادتك، ما فيهاش قطعة واحدة سليمة. ده راجل ضلالي ما عندوش ضمير. عيب يا باشمهندس، ما فيش داعي تغلط في الناس. ما فيش داعي ليه؟ اللي يعمل عاملة زي دي ويورد بضاعة مغشوشة يبقى مش بني آدم، ما عندوش إحساس، ما بلاش ربنا، ده يستاهل الشان. الله، صح يا أستاذ؟ باشمهندس، من فضلك، قلت لك ما فيش داعي تغلط في الناس. وما غلطش ليه يا أخي؟ الراجل يعمل كده يبقى راجل بيعرض ارواح الناس للخطر. كفايه يا باشمهندس. وانت مالك انت؟ حضرتك زعلان قوي قوي كده ليه؟ ما زعلش ازاي وانت عمال تطعن في سمعه الناس وضمايرها؟ لا 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 قلبك يا ابيض. الناس اللي زي دي ضميرها مات من زمان، ما فيش ضمير ولا سمعه كمان.
لان لو عندهم سمعه ما كانوش وردوا بضاعه مغشوشه. لا يا ناجي بيه، ده كتير قوي يا ناجي بيه. ايه الحكايه؟ سعادتك محموق قوي وزعلان كده ليه يعني؟ ما يتحمقش ازاي بقى يعني يا باش مهندس وانت نازل في شتيمه من الصبح. في شتيمه من الصبح؟ هو ده ال المورد يا باش مهندس. اه المورد. لا معلش انا قلت في التقرير اللي انا شايفه وانا هقول الحق ورزي على الله. طب خلاص 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 يا باش مهندس، اتفضل انت على مكتبك دلوقتي وانا هشوف الموضوع ده. اتفضل. حاضر، بس لو قلت كلمه كده او كده ما ازعلش لان الحق ما ازعلش. سلام عليكم يا باش مهندس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عجبك كده ولا يهمك؟ ده راجل مجنون بس بصراحه عارف شغله كويس قوي. قصدك ايه؟ البضاعه هتترفض؟ هتترفض؟ ما اترفضت خلاص. حمدي هو المهندس المسؤول وانا ما اقدرش بصراحه اكذبه. لا تقدر يا ناجي بيه. ازاي بس يا رمزي؟ بسيطه، تشكل لجنه تانيه وتقبل البضاعه اللي اترفضت. ها بس دي هتكلفك كتير قوي يا رمزي بيه. بس احنا اتفقنا على 10%. دي لو كانت سليمه، انما بضاعتك مضروبه ولا يمكن بقى بصراحه تتقبل الا ب 50%. ده كتير قوي يا ناجي بيه، ده انا اخسر كده. مفيش داعي منها. استلم بضاعتك المضروبه ديا وورد غيرها. مفيش داعي، انا هدفع 30% وعوضي على الله. 50%. بقول لك ايه يا ناجي بيه؟ هم 35% ولا بلاش منها. والله لولا انك صاحبي وحبيبي ما كنت قابلت ابدا باقل من 50%. عملت ايه يا باشمهندس؟ عملت ايه فيه؟ في الطلبيه بتاعت رمزي بيه. طلبيه مرفوضه. مرفوضه؟ مرفوضه ده ايه؟ انت مش قابلت المدير؟ مالك مخطوط كده ليه؟ ايوه قابلته، والمورد كان موجود، واجهتهم هما الاثنين. ايوه بس كده المدير يزعل قوي، وانت عارف يا باشمهندس التريات قربت. شوف يا شوقي، اللي يزعل من حقي ينفلق، والتريات دي من حقي، ومحدش هيقرب لها، فاهم يا شوقي؟ اه جايز. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. الجواب ده جه لبابا ومسادي استلمته وادتهولي. طيب حطيه عندك على اي حاجه، غيري هدومك بقى وحصليني. يلا. ايوه حاضر. ناديه في حاجه صفت؟ انت فاهمه غلط كويس قوي، ولو شفت النهارده ده حصل تاني مش هيحصل. طيب فاهمه ولا لا؟ من فضلك يا صفا، انا ما اسمحلكش تكلمني بالاسلوب ده. امال اكلمك ازاي يا اختي؟ ايه في ايه؟ بتزعلها كده ليه؟ الهانم بنتك ملمومه على واد صايع كل شويه تطلعها في الجامعه. ده مش صايع، ده مهندس محترم وعنده ذوق واخلاق. ده لو كان محترم كان داخل البيوت من بابها، لكن ده بيتسلى يا هانم. كفايه كفايه يا صفا، تخش اوضتك. مش داخل اوضتي يا ماما، شوف هتعمل ايه بقى. يا ماما انا بقول الحقيقه. طب اتفضلي بقى، اخرسي وخش اوضتك انت كمان. صح. الموضوع ده ما تتناقش فيه مع اي حد، خصوصا مع بابا، فاهم؟ حاضر يا ماما. سيبولي. حاضر. خد. ايه ده؟ توم، عمرك ما شفت التوم؟ قشره يا حبيبي لحد ما اشوف ايه الحكايه وارجع لك. يا ماما انا ما غلطتش عشان يعاملني بالاسلوب ده. لا غلطتي. ايه اللي وقفك مع انسان غريب في الكليه؟ علاء عايز يتجوزني. يا سلام. طب وايه اللي عايشه؟ بيحاول يفتح باباه، وجي يقول لي النهارده ده في الكليه. اسمعي يا بنتي، انا ربيتك من صغرك على الثقه والاحترام والاعتزاز بالنفس، ربيت فيك الكرامه اللي تمنعك من الغلط، ربيتك على الصراحه، ما حاولتش في يوم من الايام ابني حاجز خوف بيني وبينك. بعدين في الاخر ايه؟ في الاخر تخبي عليا وتحطي نفسك في موقف حرج قدام اخوكي؟ طب ليه؟ انا كنت ناويه اقول لحضرتك، بس لما الموضوع يدخل في الجد. غلط. كان لازم تقولي لي من اول ما عرفتيه عشان اوجهك، اقول لك تعملي ايه، احذرك من الغلط. يا ماما انا ما غلطتش، انا عمري ما قابلته بره الجامعه. غلطتي وحطيتي نفسك في دايره الشك، والبنت تجهل سمعتها بره الجامعه وجوه الجامعه.